السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شركة فورسيزو للاستيراد. حاليا دلوقتي بنقدم لكم معانا موبايل ايفون 7 بلس، زي ما عودناكم بأحدث الموبايلات بأعلى الدرجات. زي ما احنا شايفين نفس علبة الأصل بالظبط. نفتح الموبايل مع بعض. أول حاجة بتقابلنا اللي هي شهادة ضمان سنة ضد عيوب الصناعة من الشركة عندنا. ده الموبايل، نفس الموبايل الأصلي بالظبط بنفس الشكل زي ما احنا شايفين. فوليوم اب داون فايبريشن، الشاشة بتاعته بنفس الأبعاد بنفس الوزن. درار باور، سيم كارد، وصلة اليو اس بي، ظروف نص تاتش. مكتوب هنا ايفون ديزاين باي ابل ان كاليفورنيا زي ما واضح في الفيديو. نقفل الموبايل زي الاصل بالظبط. نجرب نفتح الموبايل. نفتح زي ما احنا شايفين زي الاصل بالظبط. زي ما عودناكم في عندنا ايفون 7 بلس اللون الاحمر. وفي منه اللون الأسود جيت بلاك. تمام. وفي هدية من الشركة بينزل مع الموبايل جراب وسكرين ديديكاتس. والهدية اللي بننفرد بيها شاحن بطاقة ضوئية، ده خلية شمسية بتاخد أي ضوء بتحول كهرباء. وصلة يو اس بي بنوصلها هنا، بنوصلها بالايفون وبتشحن اي جهاز. دي هدايا حضرتك بتستلمها مع الموبايل. تمام. في عندنا ثلاث فئات من اللي بيشتروا الايفون 7 بلس. في ناس بتشتري ايفون 7 بلس وبنسبه كبيره جدا بتشتريه عشان شكل الموبايل، سواء ذهبي احمر اسود، شكل موبايل شيك جدا قيم جدا من اغلى الموبايلات واقيم الموبايلات اللي نزلت على مستوى العالم. تمام. دي ممكن في فئه من الناس بتهديها عشان تقضي بيها مصالح مكان الرشاوي من الاخر، وكده كده اللي بيستلم موبايل ما يعرفش ده هيكوبي ولا اصلي، لان زي ما احنا شايفين مستحيل نعرفنا نفرقه ما بينه وبين الاصلي. نفس الاوبشن بنفس الامكانيات بنفس السرعه. وفي فئه تانية بتشتري الموبايل عشان هو ايفون. والفئه الثالثه اللي هي شباب بتشتري الموبايل عشان تشغل انترنت فيس العاب. فاحنا هنهتم بفئه الشباب لان هي اللي بتكون طالبه اوبشن زياده. ممكن نجرب نفتح لعبه مثلا 3D عربيات. دي توضح لنا الريزولوشن بتاع الموبايل وسرعه الموبايل. جوست ستارت. دي اعلانات من جوجل. زي ما احنا شايفين الريزوليوشن يعتبر عالي جدا والسرعة عالية، مفيش اي تهنيج. هو خرج ليه؟ في الابليكيشن كنت بحمله اللي هو تسع اب، هعمل كانسل. اعلانات جوجل كانسل. ممكن عشان اول مرة هو بيوضح لي كل حاجة بالتفصيل، بعد كده اللعبة بقت طبيعية وشغالة عالية بسرعة عالية جدا. بس انا مش عارف اركز في اللعبة كده. انا تقريبا طلعت العودة. تمام. زي ما احنا شفنا السرعة بتاعت اللعبة عالية جدا. نخرج من اللعبة
تمام. في احنا محملين القرآن الكريم، بس عايز يتحمل الأجزاء بتاعته. سورة الفاتحة، صدق الله العظيم. عندنا ماسنجر، أوليكس، شيرات، فيسبوك، سكايب، سي بي يو زد عشان نعرف إمكانيات الموبايل الفعلية. نفتح سي بي يو زد، أول حاجة هتظهر لنا اللي هو البروسيسور زي ما احنا واخدين بالنا، ام تي كي ام تي 6589 ميجا تك. دي صورة الفتحة اللي احنا فتحناها من شوية، حملت. بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ده البروسيسور رباعي النواة. هنا عندنا الرامات، توتال رام زي ما احنا شايفين 4 جيجا. البطارية 3600 تمام. قلب الموبايل تاني، طبعا عندنا فيسبوك وبعض الابليكيشن، ويشات، فايبر، شير، موبايل ماركت، ده عشان احمل البرامج، او ممكن احمل بطريقة تانية خالص زي الايفون اوريجينال بالظبط، الاب ستور زي ما احنا شايفين. الاب ستور السرعة بتاعته تعتبر عالية جدا، نفس الاب ستور بتاع الاوريجينال. فيسبوك، بلاي ستور، ويشات، فيديو بلاي، بيست لايت، دي كلها ابلكيشن نقدر نحملها من الاب ستور بتاع ابل. بس البرامج اللي هي بنشتريها، الفرق ما بينه وبين الاصلي ان البرامج اللي هي بتبقى مدفوعه اللي بنشتريها بفلوس دي مش موجوده عندنا في الاب ستور هنا. تمام كده نكون عرضنا اغلب مواصفات الموبايل، ما تبقاش غير الكاميرا، نشوفها مع بعض. الكاميرا عندنا الخلفيه، زي ما احنا شايفين الكاميرا تعتبر جميلة جدا. نجرب ناخد نصور صورة مثلا، زي ما احنا شايفين الريزولوشن بتاع الصورة مفيش اي بكسلة خالص. تمام نخرج باك، ما تبقاش غير حاجة واحدة، نشوف الاعدادات، نفس الاعدادات بتاعت الاصلي بالظبط مفيش اي فرق. شوف في الاباوت فون مكتوب عندنا الذاكرة هنا 256، الفيرجن اي او اس 10.3.1. احنا بكده نكون عرضنا اغلب مواصفات الموبايل، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك فور سيزون للاستيراد، ونتمنى دائما ان نكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.